يا دي سطوحي اللي مش هنخلص منه ابدا. طب وناوي على ايه يا سير امي؟ مش عارف، انا قلت اجي لكم بقى نشوف هنعمل ايه. يعني انت بتفكر في ايه؟ يعني انا مش فاهم، عايزنا نسرق العقد؟ والله لو ما لقيناش حل غير كده اه نسرقه طبعا. هتسيبوني؟ مش ممكن يا ابني، تبقى ثالث مره نسرق فيها سطوح؟ انت مجنون؟ تشكر تشكر يا خال. سي هو ده الواجب بتاعك معايا؟ صاحبك في مشكله ترد عليه تقول له كده؟ بصراحه اللي وقع عنده حق، العواطف دي اللي هتجيبنا ورا، وبعدين احنا عايزين نلم نفسنا شويه، الجرايد مالهاش سيره غيرنا. جرايد ايه؟ بقول لكم في مشكله يا جدعان، هو ده الرد بتاعكم؟ بقول لكم اقفوا معايا، اقفوا جنبي. انت عارف المشكله فين يا ماجد؟ المشكله كلها في التوقيت، يعني اليومين دول بالذات صعب قوي، صعب. توقيت ايه؟ انت لو اي حد فيكم جه قال لي عندي مشكله هقف جنبه ومش هسيبه. مالكوا فيها يا جدعان؟ يا فلوس غلطتكم ولا ايه؟ سلام. يا جماعه احنا شكلنا كان وحش قوي. مش عاجبك روح نعكه معاه. هنعمل له ايه يعني؟ المشكله في العقد اللي بيقول عليه ده، يعني سطوحي اكيد مش شايله في اي حته كده والسلام، يعني اكيد في حته غريبه كده لا يمكن نوصل لها. استنوا استنوا، انا ممكن يبقى عندي الحل. الحق سطوحي بيه، ده الطريق مقفول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ شويه واحكي لي مين اللي عمل معاك كده؟ معرفش يا باشا. اشكالهم ايه اللي عندي؟ عيل نفس اقنعه كلها يا باشا، ما شفتش حد. اقنعه؟ دول كانوا ناويين سطوحي، واحتمال كبير تعرفهم. دول كانوا يقتلوني يا باشا، وفي الاخر واحد خد رصاصه وحطها لي في جيبه يا باشا. رصاصه؟ دي رساله سطوحي، وهي نفس الرصاصه اللي انا لقيتها في البيت. يعني العيال هم بتشك في حد سطوحي؟ اه يا باشا بشك، بس شك بس يا باشا، ما عنديش اي اثبات، بس متهيألي يا باشا هما دول عيال. طب اهدى كده وركز واحكي لي بتشك في مين وليه. يا جدعان مبسوطين؟ اعتقد ان اي حد خياله المريض هبت شويه دلوقتي. فلوسكم عندكم بالحق والمستحق. بقول لك يا نجم، احنا معانا فلوس تكفينا سنه قدام. مش كفايه سنه، انا عايز فلوس تكفيني يجي 10 سنين قدام. مش وقتك خالص يا عم الامور انت دلوقتي، اتقل شويه كده، عايزين نركز في فرح طلعت الاول. النبي يا جدعان، والنبي كل واحد يقرط على قرشيناته، مش ناقصه اي مشاكل اليومين دول، ده فرح اخوكم. يس ليله العقد. الله يبارك لك يا عم. ايه يا ميجو؟ مالك بقى؟ مش خلاص المصلحه قضيت ومعاك العقد؟ ايه اللي مزعلك؟ ماشي، انا اخدت الجرشينات. يلا انا هطير، عايزين مني حاجه؟ في ايه يا ابني؟ ما تقعدي راجل شويه. لا معلش سيبوه يمشي، يلا طير يا مو. يلا سلام يا دوم. سلام. سلام يا شباب. سلام يا مين. سلام. طيب وانا كمان لازم اطير، اصل عندي خروجه عائليه. الله يبارك له يا عم. صباح الفل يابا. العب قوي. يابا انا عندك يا كبير. سلام. سلام يا غالي. هو ماله ماجد؟ ماله مش متظبط ليه؟ مش المصلحة قضيت؟ ايه اللي مزعله تاني؟ تقريبا كده عنده احساس بالذنب بعد ما اهله اختفوا فجأة. ربنا يكون في عونه برضه. ومين ما عندوش مشاكل مع اهله بس؟ السيد مساعد وزير الداخلية لسه مكلمني دلوقتي بخصوص التشكيل العصابي بتاع الرصاصة التسعة مني.
يا ترى حضراتكم وصلتوا لايه في تحرياتكم؟ يا فندم العصابه دي منظمه وعلى مستوى عالي جدا بالذكاء، حتى الرصاصه اللي بيسيبوها بيتركوا بيها رساله معينه. الحكايه مش ناقصه والبلد على كف عفريت. انا شايف يا فندم ان احنا دورنا في الفتره اللي جايه اننا نكتشف الثغرات اللي العصابه بتسيبها وراها، وبالطريقه دي نقدر نمسك خيط يوصلنا ليها. همتك بقى يا بطل. غريبه يا فندم ان هم سرقوا نفس الشخص ده مرتين ورا بعض وكانه تحدي للسلطه. بالعكس يا فندم، انا شايف ان دي غلطه كبيره جدا من التشكيل العصابي، وان هو ده الخيط اللي هيوصلنا ليهم. قصدك يا شريف؟ قصدي يا فندم ان انا شايف ان العصابه ما كانتش بالذكاء الكافي في السرقه الثانيه، لاننا كده عرفنا ان صاحب الكباريه اللي اتسرق كان مستهدف من ناس نقدر نقول ان في بينه وبينهم علاقه مشبوهه او على الاقل يعرفهم، وبالتالي فدي مش مجرد سرقه من ناس مجهولين، لا دي سرقه من ناس منظمين عارفين هم بيعملوا ايه، والا كانوا سرقوا اي حد تاني غيره. فعلا دي نقطه مهمه جدا. يبقى دورنا عمل تحريات كامله عن سطوحي وعن كل زبائن الكباريه في الفتره دي. ده مطلوب فعلا. بس انا شايف يا فندم ان الفتره الجايه لازم نكثف تحرياتنا عن الناس اللي كانوا موجودين قبل كده واختفوا فجاه، هو ده اللي هيوصلنا لخيط سرقك. شريف انا بكلفك بالمهمه دي، انت اللي هتتابع القضيه دي وده تكليف رسمي ليك. يا فندم ده شرف كبير جدا ليا، اشكرك يا فندم، واتمنى ان شاء الله ان انا اكون عند حسن ظن سعادتك. انا واثق فيك يا شريف، لانك بتفكرني بشبابي كنت متحمس جدا زيك كده، لكن للاسف الحكايه بعد كده قلبت تشريفات. اتفضلوا. يا ناجي يا ناجي، ما ينفعش اللي انت بتقوله ده، مش معقول كل ده افضل قاعده مختفيه عن الناس. بقول لك ايه، انا مش عايزه كلام كتير، بكره بالليل يكون اللحن الجديد عندي واتكلم هيثم يجي معاك. طب بقول لك ايه، هكلمك بعدين، بكره على ميعادنا. بونسوار يا باشا. طب ممكن حضرتك بس تهدى شوية؟ طب ما أنا حكيت لك كل حاجة عنه. حاضر. حاضر. مع السلامة. وما كلمتنيش ليه؟ مالك يا حبيبتي بس متعصبه ليه؟ ايه يعني كنت قلقانه عليا للدرجه دي؟ طبعا. كنت يا ستي بخلصك من المصيبه اللي كنت موقعه فيها نفسك. امسكي. يخرب بيت عقلك، ده العقد جبته ازاي؟ لا مالكيش فيه بقى، انت كان عندك مصيبه وخلصتك منها، غير كده ما تساليش. عرفت بقى انا بحبك ليه؟ ما كنتش اعرف ان العقد هيغير اخلاقك للدرجه دي. وحشتيني. يا سلام عليك يا سوسو. انت عارفه يا بنت الكلام معاكي بينسيني الوقت. انا من ساعتين واحد معدي عليا سالني الساعه كام؟ قلت له الساعه 5. وعدي عليا دلوقتي سالني كام؟ قلت له برضه 5. بقول لك ايه؟ يقفلي دلوقتي اشوف الواد طلعت عايز ايه وارجع اكلمك. صباح الفل يا كبير. صباح الفل يا طلعت. ازيك يا ابو ناسا؟ مفيش احسن من كده. اقعد يا حبيبي. حبيبي. خير؟ عايز ايه؟ انا عايز تذكرتين. تذكرتين ايه؟ تذكرتين مترو اروح بيهم سانت تريز. يا جدع بقول لك تذكرتين. تعالى هنا. تذكرتين بودرة؟ لا تذكرتين ميد نايت. يا جدع تذكرتين بودرة وماله الحشيش يا ابني؟ ما انت خلاص ربيت زبون وامورك سالكه فيه، لازمتها ايه البودره بقى؟ يا جدع الحاجه دي مش لزبون، دي لواحد صاحبي. ومين صاحبك ده؟ يعني هي هتفرق معاك قوي مين صاحبي؟ اه تفرق طبعا يا ابني، كل خطوه محسوبه عليك دلوقتي. شغل الهبلولي بتاع زمان ده انا عايزك تنساه. يوه لواحد صاحبي اسمه ناجي، ارتحت؟ لا ما ارتحتش طبعا، ومش هقدر اديك رأي.
لازم نقول للكبير الاول واللي يقولنا عليه هنعمله. يا عم ما تعرضهاش كده قوي. ليه يا شمع هتروح لحالها؟ لازم نقول للباشا يعني؟ يا ابني بينا من غيرنا هو عارف كل حاجه. وانت فاكر ان احنا متسابين نبرطع كده براحتنا؟ ده ليه عيون في كل مكان. ماشي نروح للباشا، بس بقول لك هي تذكره بكام؟ لما تروح هتعرف. انت طلبتني مستر سطوحي، خير في حاجه؟ خير يا حبيبتي، انا حتى مبسوط منك. سوسو ما بتجيش ليه؟ هي تعبانه شويه. تعبانه، واجب بقى نزورها ونشقر عليها وناخد كيسين فاكهه ونشوفها مدى. والله ما اعرف يا مستر هي ايه اللي تعبها، بس لما اعرف هقول لك. البنت دي مش ناويه تيجي تاني ولا ايه؟ برضه ما اعرفش. طب ما تعرفي يا روحي امك، حد حيشك؟ ماشي 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 هعرف وهقول لك. وتحاولي تجرجريها وتقولي لها مستر سطوحي عايزك في مصلحه فيها قرشين كويسين عشان ترضى تيجي معاكي. يعني ما افتكرش انها ترضى تيجي معايا يا سوسو، مش هتيجي هنا تاني. الله، دي الحكايه فيها ايه بقى؟ وانت عارفه يا زوزو البنت شافت لها شوفه تانيه في مكان ولا ايه؟ يعني حاجه زي كده. زوزو هتقولي اللي تعرفيه بالذوق ولا نادي عنتر يفسحك؟ وانت عارفه فسحه عنتر. سوسو هتتجوز قريب، بس انا بقول لك انا وين، بس مش هفتن على صاحبتي. عنتر هفتن على صاحبتي. بص زي ما بقول لك كده، فاهم البنت اللي عندك اللي عامله فيها نجمه دي ان مساحه دورها مش هتكبر الا بمزاجي، وانا مزاجي بيقول ان حلو عليها قوي كده. يا عم زي ما بقول لك افهم، مفيش لكن. لا خلاص يب، باي باي باي. عالم بتستهبل، كل واحده عامله فيها نجمه وجات تتشرط عليا. طبعا انا بقى لسه في اول السطر، بدري عليا قوي لما اوصل لمرحله زي دي. لا انت ما تقارنيش نفسك بحد خالص يا سو. سو مش احلى من سوها؟ انت حاجه تانية خالص، انت اتراكتيف وبعدين عندك ابيليتي وبعدين فيكي ميزه حلوه قوي ان وشك ملامحه واضحه. انا حاسس ان انا ممكن اعمل منك حاجه. ميرسي قوي يا استاذ. ده سيناريو الفيلم الجديد، واكد لك ان انت هتاخدي فيه دور كويس قوي، بس على شرط لازم تركزي كويس. طبعا فاهمه قصد حضرتك، يعني اذاكر الورق ده كويس قوي. لا مش بس كده، ده انت لازم تذاكريني انا شخصيا كويس، مش انا اللي هعمل الفيلم. طبعا اكيد. وانا ان شاء الله متفائل لك، انا حاسس ان انت هتعدي وهتبقي نجمه مصر الجديده او مدينه مصر. بس انا بقى حضرتك من الاسماعيليه. مش مشكله، انا هغير لك محل اقامتك. ياه للدرجه دي؟ طبعا، بس عشان توصلي لكده لازم تلتزمي بتعليماتي. طبعا يا فندم اكيد. لا بقول لك ايه، بلاش بقى موضوع فندم واستاذ وحضرتك والحاجات الرسميه دي، انا عايزك كده تبقي بسيطه معايا. احنا هنبتدي لسه، هيبقى في بينا عمل وشغل وتصوير وسينما وكده. طيب انا مضطر امشي دلوقتي عشان اروح اذاكر الورق ده في البيت. لا تمشي ايه، ده انا عايزك تقريه هنا قدامي عشان نتناقش في التفاصيل. يعني قصد حضرتك ان انا اقعد اقرا الورق هنا؟ طبعا، هنا المكان هادي وحلو ومفيش حد هيزعجنا ولا هيضايقنا، وبعدين يعني هنبقى مع بعض كده. لا بس انا لازم امشي، ما ينفعش والله يا استاذ خالص انت بتقوله ده. في ايه يا سو؟ ما تفوقي كده وركزي معايا. قصدك ايه يعني؟ قصدي انك تفتحي دماغك بقى، في ايه؟ دي فرصه وجات لك لحد عندك، وبعدين مليون واحده تتمناها. لازم تفهمي ان في حكمه لمشوار النجوميه، بتقول ان مشوار الالف ميل بيبدا بقعده. لا بقى يبقى حضرتك فهمتني غلط، انا يوم ما جيت لك المكتب كان قصدي ان انا امثل، مش قصدي اي حاجه تانية. ومين قال ان انت مش هتمثلي؟ طب ايه رايك بقى ان انا كنت هزودك 20 مشهد وده عشان خاطر عيونك وبس؟ ويا ترى بقى ده مقابل ايه؟ من غير مقابل او اعتبريها اي حاجه، مقابل انك تتعاوني معايا يا اختي. يعني ايه يعني؟ حضرتك ابعد ايدك عني. الله، ما تركزي بقى وفوقي شويه. بقول لك ابعد عني. في ايه؟ في ايه يا سو؟ ابعد عني. الا قول لي يا ابو ايهاب، القعده في اسوان احلى ولا في مصر؟ صلاح يا صلاح، انت مش معايا ولا ايه؟ بتقولي حاجه يا فوزيه؟ بقول حاجه، ده انت مش معايا خالص، ايه اللي في الجورنال شدك قوي كده؟ الستة ميلي. هي ايه الستة ميلي دي يا اخوي؟ عصابه اسمها الستة ميلي، كل جريمه سرقه بتعملها ما بتسيبش وراها غير رصاصه ستة ميلي، والجرايد كلها كاتبه عن الموضوع دوت.
والبوليس لسه ما مسكهاش؟ لا لسه، بس على فكره البوليس مش ساكت، لان الناس كلها ما وراش غير الموضوع دوت. سلام عليكم يا احلى اب وام في الدنيا. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حبيبي. عندي ليكم خبر هيفرحكم مليون جنيه. ربنا يفرح قلبك، خير ان شاء الله. قرار نقل طلع وهتنقل نيابه الجيزه بعد ما قدمت التقارير الطبيه الخاصه ببابا، وطبعا عارفين ان انا وحيد. هروح بيتنا يا ابو صلاح. الف مبروك يا حبيبي. ربنا يعلي مرتبك كمان وكمان يا ابني. نيابه الجيزه؟ ده انت على كده بقى تروح للعصابه. قصدك عصابه السته ملي؟ سمعت عنها يا بيبو؟ الجرايد كلها مالهاش سر غيرهم. بس هما يروحوا فين؟ مصيرهم يتمسكوا باذن الله. ربنا يحميك يا ابني لحسن الدنيا اليومين دول مليانه بلاوي. احنا بقى مهمتنا ان احنا نخلص الناس من البلاوي دي. ربنا يحميك ويحفظك يا ابني. يا شيرو يا عمر حبيبي. يا شيرو ايه الاخبار؟ تمام. وحشتيني. ها قولي لي بقى عامله ايه؟ طمنيني عليك، احكي لي كل حاجه. والله لو كنت وحشتك كنت افتكرت اني ليك اخت وسالت عليها. غصب عني والله يا شيرو، معلش. على فكره مامي انا عليك قوي، وكمان انكل فؤاد. طب مامي ومن حقها تقلع عليا، لكن انكلك فؤاد ده يقلع عليا ليه؟ يا لؤي يا وحش. حبيبتي يا مامي. حبيب مامي. حبيبتي يا مامي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. كله تمام؟ الحمد لله. يعني يا وحش لو ما كنتش اتصلت بيك ما تجيش تطمن علينا. سوري يا مامي، معلش الفتره اللي فاتت دي انا كنت فعلا مشغول شويه. اوكي اوكي، احنا هنسيب الشقه هنروح كلنا بقى نعيش مع انكل فؤاد في فيلته. فعلا؟ طب كويس جدا، يعني انا اقدر اجي اعيش في الشقه دي؟ ديفينتلي. ما انا علشان كده اتصلت بيك، قلت يبقى لك مكان، يعني على الاقل ابقى عارفه انت فين بدل ما انت كده مالكش عنوان. نايس. اوكي يا مامي. طب انتوا هتسيبوا الشقه امتى؟ بكره، يعني محتاجين كده يومين عشان نظبط امورنا، وبعد كده جايز نروح الغردقه. ما تيجي يا واد معانا؟ لا 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 لا، عارفين انا. وانت يا شيرو انت هتروح معاهم؟ لا ما تشيلش همي، انا هقعد عند طنط شوشو. هتقعد عند طنط شوشو ليه؟ انت مش انكل فؤاد حبيبك برضه؟ لا مش عشان انكل فؤاد، عشان الدراسه. لا وانت دحيحه قوي. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا لؤي؟ انا كويس الحمد لله. اخبار الجامعه ايه؟ سيبك انت من موضوع الجامعه وخلينا نتكلم في موضوع بيت بابا. عملت فيها ايه؟ شكلك مهتم يعني. انا ما كنتش مهتم بابويا يعني، مهتم بمين؟ اصلك ما جيتش المكتب عشان تتابع تطورات القضيه. ما جيتش لاني متاكد انك مش تعمل حاجه. قصدك ايه؟ عيب عيب يا لؤي، ما يصحش كده يا ابني. قصدي انت فاهمه كويس يا فؤاد بيه. قصدي ان ابويا غلط غلطه عمره لما وثق فيك وخلاك تدافع عنه. انا مش هرد عليك، لان لو رديت هرد رد قاسي. وانت هترد ليه وتدافع ليه؟ انت خلاص خدت كل اللي انت عايزه. مش هطلع بره. شيء يا برنس حبيبي. عامل ايه؟ بقول لك ايه، جبت لي الجرام اللي قلت لك عليه؟ اه بس انجز عشان انا عندي فرح دلوقتي ومعايا بودره في ايدي. مالك يا دي؟ يعني انت اول مره تشيل مخدرات؟ ما انت رايح جايب الحشيش معاك وخلاص يا عم. ده حشيش، انما دي بيزا، يعني اوسخ من الجمره الخبيثه، تبهدلنا احنا الاثنين. خلاص يلا. في ايه؟ في ايه؟ انت هتسيح لي؟ بقول لك ايه، هو ده مش اعلى كيف؟ اه جربته؟ لا يا عم، حد الله بيني وبينه يا عم، ده ادمان بيودي صاحبه في فقر، ويا اما تخش السجن يا اما تخش مصحه، هو ده اخره. يا عم فقر ايه بس؟ الموضوع مش موضوع فلوس، سيبك من الفلوس. انا بس مخنوق شويه وعايز اشرب اي حاجه غير اللي احنا بنشربه ده. اتخنقت، عايز اطلع من الجو اللي انا فيه ده، تعبان مش مبسوط. ما علينا. بص يا عم ماجد، انا نصحتك وقلت اللي عليا وخلاص، بلاش البتاع ده. انت بقى يا عم عايز تعمل كده مع نفسك. استنى استنى بقى، ادولي كده. سلم عليا سلم عليا حبيبي. عم العالم. طب حسابهم ايه؟ تمام بقى زي ما قلت لك، عارفش انزل حاجه. طمن بقى الكراريس والحاجه اللي اتفقنا عليها. قشطه يا معلم. ماشي ماشي.
يلا سلام. سلام يا برنس. طب بقول لك يا جماعه، مش هتيجي عندي الفرح بقى تغني على ياسمينه؟ ياسمينه يا عم، اتكل على الله. اسمع مني بس، اتكل على الله اخوك. معلش، ما انا عارف انك اخوك، اتكل على الله. زميلة ماشي يا شقيق، انا اللي جايب الحاجه. لا حاجة. شريف باشا، يعني الامن والامان، يعني الشرطه والشعب في خدمه الوطن، يعني اجمد ضابط مباحث في جمهوريه مصر العربيه. ايه يا عم احمد، انت جاي تنقط في فرح؟ يا سعاده الباشا، شفتك فرح، والله العظيم الكلام ده من قلبي منفخ يا باشا. بصراحه كده انا جاي لسعادتك عشان اعرف اي خبر جديد عن عصابه الستة ملي. عصابه ايه يا اخويا؟ عصابه الستة ملي؟ جرى ايه يا احمد؟ مش انا اللي قايل لك الخبر بنفسي؟ قايل لك ان في عصابه بتسيب وراها طلقه عيار 9 ملي، قلبت لي 6 ملي. هتضحك العرميه علينا يا اخي. عموما هبقول لك على اخبار حلوه ان شاء الله قريب. يا سعاده الباشا، انا بعتذر عن الخطا المطبع ده يا باشا، بس ان شاء الله يتصحح. بس بصراحه يا باشا، انا مستغرب العصابه دي قوي. دول مستبيعين يا باشا، يسرقوا شخص واحد مرتين ورا بعض، وما الحراميه بقاش عندهم اخلاق. حراميه اتجننوا، اتجننوا. طب تخيل يا باشا بقى لو نفس العصابه دي سرقت نفس الراجل للمره الثالثه، والله يا باشا ساعتها هيدخلوا موسوعه جينيز للارقام القياسيه. هيسمع من بقك ربنا، هيوفروا علينا بالطريقه دي مشوار طويل قوي يا عماد، بالذات ان الراجل تحت عينينا كويس قوي اليومين دول. بس انا ليه يا باشا يعني شايف في عينيك كده اخبار ومخبيها على عمده حبيبك؟ نعم يا عماد، بقيت تقرا العينين اليومين دول يا باشا. من كتر حبي فيك، من كتر حبي فيك بفهمك من عينيك، صدقني يا باشا. شكلك كده مسكت خيط جديد في القضيه، صح؟ قريب جدا ان شاء الله هقول لك على كل حاجه، وخليك دقيق في معلوماتك. حبيبي مشتاقلك، تعبني كتير غيابك، ارحمني من عذابك، ليه القسوة ليه؟ ايام عدت عليا والدنيا ضاقت عليا، ارحمني وحس بيا، ليه القسوة ليه؟ ايه يا ناجي، ده مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ مش فاهم. احنا اتفقنا على حاجه فيها ايقاع، فيها حركه، فيها موسيقى، تشتغل في ديسكو، تعلق مع الناس، يترقص عليها، دي غنيها فين؟ ياسمينة، انتي مطربه، انتي صوتك حلو، انتي تغني. انا ملحن، انا احس كلام اكتر منك، وانا عارف ايه الفورم اللي يناسبك كويس. طب يا ملحن معلش انا بعتذر لك جدا، احنا هنعيد اللحن من تاني. لا نعيد اللحن من تاني يعني ايه يا ياسمينة؟ احنا شغالين على اللحن ده بقالنا حوالي شهر، وبعدين انا مع راي نادي، الستايل ده هو المناسب ليك. هيثم، مع احترامي ليك انت وهو، انا اللي حدد ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعنيش. وانا بقى مش هعيد اللحن. يعني ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده يا هيثم؟ بصراحه يا ياسمين، انا مش شايف اي مشكله في اللحن، وبعدين صدقيني التعديلات اللي انت عايزاها دي لو في مصلحه الاغنيه انا اول واحد بتحط له بالتعديل. بعتذر لكم جدا، طريقه الشغل دي بقى ما تناسبنيش. وانا طريقه الشغل دي ما تناسبنيش. السلام عليكم. هيثم، انت شايف الطريقه؟ انا اسف، انا كمان مضطر امشي. لا ده انتوا متفقين عليا بقى انتوا الاثنين. يلا في داهيه اجيب غيركم. تعرف لو البيت اللي قال لنا عليه الباشا طلع في حته الا مش هقعد فيه ابدا. في يا زين، واحنا هنعدل على الباشا ولا ايه؟ اللي هيقول لنا عليه هنعمله، احنا عبد المأمور. هو راجل اتاخر ليه كده؟ زمان على اصول اهو، وصل اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. انا جاي من طرف الباشا بخصوص البيت بتاع اكتوبر. اكتوبر؟ فين اكتوبر دي؟ دي اختي وشريكتي، هي بس عايزه تطمن ان المكان اللي هنسكن فيه في منطقه عمار مش هو. البيت في منطقه جديده. صحراء يعني؟ هنسكن في الصحراء يا طلبه؟ جرايه زينه يا بنت، اكتوبر دي بقت منطقه البشوات، سنتين وهتبقى احسن من الزمالك. يا اخويا بلا زمالك بلا ترسانة بقى، انا قلت اللي عندي وخلاص. يعني هتيجي تتفرجوا ولا اقول للباشا الناس فاكست؟ يا عم لا فاكست ولا ماكست، احنا جايين ان شاء الله وشاريين. الله، ما تخليناش شويه زينه. خلاص يا اخويا، ما اشوف اخرتها معاك، كلم الواد طلعت عشان يجي معاه. عناية. تشرب يا عمنا. الله، ده كشري حلواني مودش، ده حقوم الزياده عكس زياده. خصك حلوه. الثانيه يا كبير، هات معلقة بقى. خدي. شكرا. شطيتك، رقيتك، رصيتك، الشغل كله اهو. تمام. ده ايه ده بقى؟ ده ورد زيادة.
ده القرن الرز ده بتاعنا ده بتاعي. وانت وانا زميل على بيتك مش عايز اطلع ماليش نفس مش عايز براحتك اللي بياكل على درسه ينفع نفسه مالك يا لول فيك ايه سيبك منه سيبك هنفضيله هو محبكه كده مالك يا ابني في ايه عايز رز بلبن الكلب اللي اسمه فؤاد ده جوز امك ما بحبش الكلمه دي يا ابني مالك في ايه ما هو اي حد في الدنيا بيتجوز امك بتقول يا جوز امك انا ما بهزرش دلوقتي قطعت الله في ايه يا لول مالك يا معلم انا يعني شايفك متضايق قلت اروقك كده وافكك بكلمتين مالك يا ابني لازم اتقم منه لازم ارد له كل اللي عمله فيا انا كده ابتديت افهم الليله الليله فيها شغل اكشن لا بص بقى يا حبيبي انت وهي انا اليومين دول ما ينفعليش شغل الافلام الكرتون دي انا عندي فرح وعندي معازيم وعندي ليله وعندي نقطه انا اللي مخليني بقول الكلام ده انا اصلا ايه اللي مقعدني معاكوا اصلا انا خلعوه استنى بس يا طلعت اهدى كده شويه لما نشوف موضوع لؤي قول لي بس يا لول انت بتفكر في ايه الحاجه الوحيده اللي تكسر قلبه ان احرق كل الملفات اللي عنده في المكتب كل القضايا بتاعته لازم احرقها فكره بس ده يحصل امتى وازاي يحصل دلوقتي وازاي دي بتاعتنا كلنا الله لؤي انت بتتكلم بجد امال يعني بهزر عايز تهجم على مكتبه ولو مش هتيجوا معايا هروح لوحدي انت بتتكلم بجد فعلا لا بص بقى يا لولو انت مش لوحدك في ظروف وحشه احنا كلنا في ظروف وحشه وما ينفعش تاخد قرار لوحدك في موضوع زي ده هنخسر يا سلام ولما جه ماجد يطلب مساعدتنا كلنا عملنا ايه مش وقفنا جنبه في موضوع ياسمين جت علينا انا يعني ممكن تهدى شويه يا لؤي اهدى احنا لا يمكن نتخلى عنك يعني قول لي بس ايه اللي في دماغك واحنا هننفذ على طول بس انت تهدى حبيبي حبيبي حبيبي
تعالي يا سوسو تعالي. احلى عرايس في بولاق تم وصلهم. مساء الخير عليك. مساء النور يا اجمل وش في مصر، يا احلى ابتسامه في مصر كلها. ازيك يا سي طلبة؟ وانت يا طلعت عامل ايه؟ الحمد لله في احسن حال. ايه اتعشيتوا من غيرنا بقى ولا ايه؟ الله، ودي تيجي يا عسل. اتفضلي اقعدي يا ست الستات. لا معلش عفوني، انا اصلي متاخره ولازم امشي. ما تبوظيش القعده الحلوه دي يا سوسو، ما تقولي حاجه يا زينه. ما انا مش عارفه مالها من ساعه ما خرجنا وهي مساهمه كده وما بتتكلمش. لا ابدا يا جماعه، بس معلش تعبانه شويه. برضه هتتعشي يعني هتتعشي. يلا يا طلبه نحضر العشاء بسرعه. يلا حبيبتي اتفضلي. مالك يا بنت في ايه؟ مش عارفه يا طلعت، خايفه قوي، حاسه اني بعمل حاجه غصب عني، مخنوقه مش طايقه. يا سوسو لازم تبطلي اللي انت بتعمليه ده خالص. يا سوسو ده انا اول ما عرفت انك انت اتخطبت انت وطلبه عملت نفسي مش عارف اي حاجه، بس انت لازم تنسي له اي خالص وفكري في مستقبلك بقى يا عبيط. ده طول بدا تحطيه في جيبك اسهل حاجه. عيشي حياه نظيفه بقى يا سوسو. حياه نظيفه ده اليوم اللي فكرت اندفيه، يوم ما حبيت صاحبك الواطي الندل ده. يا ليله سودا يا بنت، بطلي الحوار ده اللي انت بتعمليها دي. بعدين يا بنت هو مش عارف انك انت متجوزه قبل كده، مالك فيه؟ ايوه ما هو يلا العشاء جاهز. دول قاعدين بيتسامروا بقى شكلهم كده. ما تخف يلا طلعت شويه. بتقول ايه؟ مالك يا طلعت مش على بعضك ليه؟ لا تعالى يا عم طول بقعد جنب خطيبتك، عايز تبوظ لها العشوه العائليه. وانا كمان اقعد جنب حبيبي القلب. طب اقعد انت جنب خطيبتك ومالكش دعوه بسوسو. ورينا يا عم طول بقى جدعانتك. ايه يا سوسو؟ مالك مش مبسوطه بالقعده معانا؟ انت في حاجه مضايقاكي مننا ولا ايه؟ ما تقولش كده يا سي طلبه. طب اتحكي بقى اتحكي.